مع بداية الموسم الحالي ما كان حدا متوقع أنه تكون البداية سيئة لفريقي أبناء أنيبال زحلة والمتحد طرابلس اللي صبت الترشيحات لصالحهم ليكونوا بمقدمة المنافسين على اللقب. فمن بعد مرور 5 أسابيع من عمر بطولة لبنان كان رصيد الفريق الزحلي 9 نقاط بس من 2 فوز و3 هزائم، وهالشي بالتأكيد ما بيرضي إدارة الفريق. الخسارة الجديدة وضعت مدرب الفريق الصربي بيودراك بيرزيتش بموقف حرج مثله مثل مدرب المتحد طرابلس الامريكي بول كافتر اللي كان فريقه عم يتلقى الخسارة الثالثة على التوالي وكانت امام بجة بقيادة ضيفنا لهالاسبوع نديم سعيد. اذا ما ربحت بتطير، موجودة كل يوم بعالم كرة السلة، بدك تخسر 3 ماتشات بتفل. بحيالله ما ندرب وحيالله نادي وحيالله مطرح. 3 ماتشات حقك كمدرب. عشان هيك الخسارة الجديدة لممثل طرابلس حطت بول كافتر بوضع حرج، لأنه إدارة الفريق اللي حققت الوصافة مرتين كانت عم تحلم بلقب محلي إلى جانب الطموح بتمثيل آسيوي مماثل لمشاركته العربية بدورة دبي العام الماضي. كافتر اللي كان عم بيعاني من غياب لاعبينه الأساسيين باسل بوجي وباسم بلعة إضافة لإلي رستم والأمريكي أوستون جونسون بيعرف أنه مش ممكن يتزرع بهالحجي لتبرير إخفاقه بإيجاد فريق قادر يتجاوز الصعوبات، فكيف إذا كانت الخسارة أمام فريق أقل منه بالميزانية والجمهور والخبرة؟